تصميم جديد من نتجير مخصوص للAV over IP مع دعم جاهز لكل AV متصل بالشبكة. نتجير هي الأفضل بتقديم الحلول للشبكات المتصلة بفئتها لسوق الAV الاحترافي، ومن خلال مجموعة منتجات المميزة بالصناعة والخدمة والدعم اللي ما له مثيل، بتمثل نتجير بتلبية متطلبات شركائها التجاريين وتجاوزها كل مراحل نموهم. نتجير عندها خيارات متعددة لكل احتياجات البرو AV، وكمان في بعض الأشياء اللي بتحتاج معرفتها للاختيار بين النماذج بشكل كامل. أول شيء، هل بتحتاج لPower Over Ethernet؟ أي نوع؟ PoE، PoE Plus أو PoE Plus Plus؟ شو هو الباور بادجت عندك؟ مع نتجير برو AV بتدعم من 125 واط ل 3300 واط، وهي قوة كبيرة. ثاني شيء، أي من AV بروتوكول الرائد في الصناعة بتفضل تستخدمه؟ الـ NDI، QCS، AES67، Dante، AVB أو الـ SD2110. مش بس هيك، لو كنت بتستخدم Lighting over IP بروتوكولز مثل المانت أو الارتنت، فنتجير بتدعم هالشيء. ونعم، كمان بتعمل Lighting Controls over IP. عم نتعلم أشياء جديدة كل يوم. ثالث شيء، كم عدد البورتس اللي بتحتاجها بشبكتك؟ على مفتاح واحد بتقدر نتجير برو AV Line توفر لك ما يصل إلى 96 بورت، وإذا كان بدك أكثر فإن ميزة الستوكينج موجودة. شو نوع البورت اللي بتحتاجه؟ RJ45، SFP، SFP Plus أو QSFP. نتجير غطتهم كلهم. إجابة كل هاي الأسئلة رح توصلك لاختيار المحول المناسب لاحتياجات اللايف AV over IP الخاصة فيك. لتعرف أكثر عن هالموضوع وبدك مساعدة بتصميم نظام الخاص فيك AV over IP، اتصل فينا وخلينا نساعدك بتحديد وحسابة كل الطاقة والبورتس والباندويث اللازم لتشغيل نظامك. لا تتردد لأن كله مجاني.